لتسليط الضوء على مرور عام على انطلاق ثورة تشرين في لبنان، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب علي شندب، الكاتب والإعلامي اللبناني. أهلا وسهلا بك سيد علي معنا. بداية، مر عام على ثورة تشرين في لبنان والتي انطلقت في مثل هذا اليوم رفضا للفساد والمحاصصة. ما الذي أحدثته الثورة من تغيير بعد عام على انطلاقها؟ مساء الخير لكم ولقناة الرافدين ولمشاهديها في العراق والوطن العربي. نحن نعيش اليوم الذكرى السنوية لانطلاق ثورة 17 تشرين. الذي أحدثته الثورة باختصار، لأن هناك ضغط إعلامي كبير، الذي أحدثته الثورة أنها أسقطت الحكومة الأولى، ثم عرت طبقة الفساد، عرت منظومة الأمونيوم، منظومة ميليشيا المال والسلاح الحاكمة والمتحكمة في البلاد، أنها وحدت اللبنانيين أو شرائح شعبية لبنانية واسعة خرجت من أتون الطائفية والمذهبية وتدثر جميعها بعباءة العلم اللبناني دون غيره، من أجل همها وصوتها يصرخ أريد وطن، أريد دولة، أريد حقي أن أعيش حرا وكريما داخل هذا البلد. التأثيرات التي أحدثتها ثورة 17 تشرين أو الانتفاضة أو الحراك عميقة جدا، هي مؤثرة في الحاضر اللبناني ومؤثرة أيضا في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، هي التي تؤسس للبنان الجديد. ولكن رغم مرور سنة على عمر هذه الثورة، نرى بأن المنظومة السياسية كافة بكل مكوناتها وناظمها العام هو حزب الله، نراها كيف تواطأت كل من زاويته بهدف الإجهاز على ثورة 17 تشرين والنيل منها وتهشيبها ووصمها تارة بالعمالة لسفارات خارجية، وطورا بتحميلها مسؤولية انهيار الاقتصاد والنقد والعملة المحلية، علما بأن ثورة 17 تشرين هي التي كشفت عن انهيار الاقتصاد وعن تداعي الوضع النقدي والوضع المالي، ناهيكم عن الوضع السياسي والاجتماعي وأيضا الأمن. الآن الثورة لعبت دورا بارزا في كشف ملفات استنزاف الدولة اللبنانية وخطف قرارها لصالح أطراف خارجية كما تعلم. إلى أي مدى يمكن أن نرى بأن الحراك الشعبي المستمر حتى الساعة يمكن أن يسقط وكلاء الخارج؟ يعني علينا أن لا نحمل ثورة 17 تشرين أكثر مما تحتمل. هي إلى حد كبير متناغمة ومستفيدة، وتسير أحيانا على إيقاع ثورة تشرين العراقية. أنا بالمناسبة يعني اسمح لي أن أعزي أهالي ضحايا الذين سقطوا اليوم قرب قضاء بلد في مجزرة ارتكبها الحزب الشعبي وميليشيا العصائب على ما يبدو. نحن نرجو كمتأثرين بثورة تشرين العراقية وما يجري في العراق، لأن الهم واحد والمصيبة واحدة والأدوات واحدة، نرجو أن لا تنسحب مثل هذه المجزرة على الواقع اللبناني. هناك تخوفات حقيقية بأن الواقع اللبناني قد ينزلق باتجاه الحرب من جديد، هذا ما قاله سعد الحريري في إطلالته الأخيرة، وهذا ما يروج له وبالأمس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عندما قال إذا المسألة بقيت على هذا المنوال فنحن قد نذهب إلى ما هو أبعد من الفيدرالية، وهو هنا يتكلم عن خيارات تقسيمية دفع لبنان أثمانا غالية لدرئها، وأعلن الشعب اللبناني عبر 17 تشرين رفضه له. دعنا نستثمر ما تبقى من وقت ونذهب إلى هذا السؤال. ثورة تشرين أسقطت حكومة سعد الحريري كما تعلم، ما الذي يعنيه أن يترشح الحريري لرئاسة الحكومة في الذكرى الأولى للثورة؟ حقيقة يعني هو أمر مستهجن من قبل ثورة تشرين، عبر عن هذا الأمر اليوم في المظاهرات التي جابت بيروت وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية،
يعتبر سعد الحريري برأيي ثورة تشرين أنه هو أحد مداليك منظومة الفساد في لبنان، وبالتالي المطلوب حكومة مستقلة عن الأحزاب والقوى السياسية، وبدون هذه الاستقلالية الكاملة هناك خلل حقيقي. لكن في المقابل أنصار سعد الحريري يقولون بأن سعد الحريري استجاب في الماضي واستقال من أجل ثورة 17 تشرين فيما بقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في مناصبهم، وهنا في يبدو أن هناك مشكلة لم تختمر. نعم. إرهاصات تنامي الثورة باتجاه أن تتشكل قوة ضغط حقيقية لإجبار رئيس الجمهورية. شكرا. والبرلمان على الاستقالة. لم تنتج بعد هذه الإرهاصات. من طرابلس كنت معنا عبر سكايب الكاتب والإعلامي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لك.